هيدا مختبر، هيدا كمان مختبر بس نقال وفي منه اثنين. من 2012 جهزت شركة Total Energies Marketing Lebanon مختبر نقال، وهو الوحيد الموجود بلبنان، لمراقبة جودة منتجات محطة Total Energies بإدارة مستقلة من قبل شركة إنسبكت. أخذ العينات من المضخات بخلينا نفحص معايير معينة خاصة بالبنزين والمازوت، نراقب نسبة الأوكتان بالبنزين ونسبة الكبريت بالبنزين والمازوت، ونتأكد من دقة العدادات. هالعينات لازم تتطابق طبعاً مع المعايير والمواصفات المحلية والعالمية. من خلال المختبرين النقالين منزور المحطات بشكل دوري وعشوائي من دون إعلام مسبق، وبنفحص حوالي 4 محطات يومياً. وهيك المختبرين النقالين بيقوموا سنوياً بأكثر من 1500 فحص جودة على 180 محطة موزعين على جميع الأراضي اللبنانية. إيماناً منا بالشفافية، كل نتائج المختبرين النقالين بيتم نشرهم بالمحطة بعد الفحص. في حال عدم تطابق مع المواصفات بيتم أخذ الإجراءات اللازمة. المختبرين النقالين التابعين لشركة Total Energies Marketing Lebanon إن جزء أساسي من عملية الحفاظ على جودة منتجاتنا النفطية يومياً، وبيمثلوا حرص الشركة الدائم للحفاظ على سعة الزبائن.